القيروان للصحة. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. تحية طيبة من إذاعة الحياة أفام. إذن عدد جديد من الجامعة نبني الوطن. اليوم معنا البروفيسور علي القرقوري، نائب علي البقلوتي عفوا، نائب رئيس جامعة صفاقس. بروفيسور علي، مساء الخير. مساء الخير سي طارق، ومساء الخير بإذاعة حياة أفام. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين، هذا شرف كبير اللي اليوم ندخل معاكم على الهواء، وبارك الله فيكم على الدعوة. مرحبا بك بروفيسور. هوكا واحد بواحد، أنا غلطت في اسمك وأنت غلطت في الإذاعة، دونك كيف كيف أنا متعدلين. ما على خطر الجمعة الفاتت كان ضيفنا بروفيسور فايز القرقوري، دونك قعد الاسم. دونك قبل ما نحكيه على الإنجازات بصراحة الكبيرة اللي عملتها جامعة صفاقس، نحب نسألك بروفيسور على باش نفسروا للناس معناتها في شنو يصلح الترتيب العالمي، وشنية المقاييس اللي تعتمدها معناها المنظمات العالمية لترتيب الجامعات. شكرا ستارك، هو سؤال جيد هذا اللي معناها طرحته، وهو سؤال هام لأنه اليوم الجامعات العالمية كلها تتنافس على المراتب الدولية. في البداية نحب نعرف شنو التصنيف، ولماذا التصنيف، وكيف التصنيف، وما هي الأهداف الكبرى لهذا التصنيف. تصنيف الجامعات هي عملية تقييمية عالمية دولية تنافسية تخضع لمقاييس ومؤشرات هامة. في مجال التعليم العالي يتم تصنيف الجامعات والكليات حسب المؤسسات وحسب المنشورات المختلفة، ويصنف هذا التصنيف الأكاديمي المؤسسات الجامعية وفقا لعدد محدود من المؤشرات الكمية لإنشاء تسلسل هرمي وفقا لنموذج دوري الأبطال، يعني باغ كونكورنس. وغالبا ما تخفي وراء هذه التصنيفات التي تبدو بسيطة حسابات معقدة لتمكين النظر الموضوعي في واقع معقد ومتنوع. وهو في الحقيقة نجم نتكلم على نوعين من التصنيف. أول حاجة تصنيفات السمعة المستندة على سبيل المثال، يعني على معادلات رضا أرباب العمل من الخريجين أو الطلاب، وهذا تو ماذا بينا نحكيه فيه لأنه هام برشا خاصة في بلادنا في تونس في ظل كل ما نشوفه فيه من مشاكل اقتصادية ومشاكل تشغيل الدكاترة كل هذا. نعم. ونوع ثاني هو تصنيف الأداء، حيث نحسب النتائج العلمية التي حصلت عليها الجامعات، عدد المنشورات وتأثيرها وال معناها اللي نقوله المرجعية سكونة لسيتاسيون وبراءات الاختراع إلى آخره. هذا معناها النقطة الكبيرة. هذا ما هو معنى نعرف التصنيف. ولكن فاش يصلح بروفيسور قبل ما ندخله معناتها باش الناس تفهم أهمية أن الجامعة تكون داخلة في الترتيب العالمي، نقول لهم فاش يصلح الترتيب العالمي، معناتها جامعة داخلة في الترتيب العالمي ولا جامعة ما هيش داخلة، شنو الفرق؟ نعم، سؤال جيد جدا. لماذا التصنيف وما هو معناها الأهداف التي نرمي إليها لتصنيف جامعاتنا؟ أول شيء احنا كما تعرفوا معناها التحدي الكبير هو أنه التكوين اللي نأمن فيه في جامعاتنا، هل ترى هو تكوين يرتقي لمستوى التقييم الدولي ولا لا؟ شنو معناها؟ باش نزيد نوضح للطلبة اللي يسمعوا فيها وللخيال الكل يسمعوا فيها، هو انه مثلا نعطيهم احنا ناخذ دومين ديال الانجينيوري الهندسه. احنا اليوم في تونس قاعدين نكونوا في مهندسين، وقاعدين نكونوا في اطباء، قاعدين نكونوا في خريجين. هل التكوين اللي نعملوا فيه هو تكوين يرتقي الى مستوى عالمي ولا ما يرتقيش؟ معناها انا كي نجيب انا طلبه اجانب أو تو نحكي على الطلبة الأجانب، وهذا سكون أبتل لتودي بغزمون دي زيديو انترناسيونو. كنجيب أنا طلبة أجانب، وطلبة الأجانب اكتعرفوا تو كيجيبوا راهم معناها زخر كبير لجامعاتنا حتى على المستوى المادي. نعم طبعا. حتى على المستوى المادي، اليوم الطالب في شركي حكي كيعد شهادة دكتوراه في تونس يدفع تقريب 7000 دينار للجامعة التي تحتضنه في السنة. يعني كي يعمل 4 سنوات باش يعمل الدكتوراه هي تقريب 30000 دينار.
للجامعة. الطالب وقت اللي يجي يعمل الدكتوراه في تونس ولا يجي يعمل الهندسة ولا كذا، كيفاش يعرف اللي الدبلوم بتاعه بعد مش يلقى به شغل معناها كي يمشي على معناها بلدان أخرى في العالم؟ هو بالتصنيف. يعني إذا كان جامعتنا إحنا جامعتنا مصنفة تصنيف جيد في التصنيف العالمي، الطلبة وكل البلدان يشجعوا الطلبة نتاعهم باش يجيوا لتونس إذا كان ما عندهم شكل اختصاصي هذاك باش يعملوا التكوين هذا. هذه الفائدة الأولى. نعم. الفائدة الثانية هو إحنا اليوم عندنا حرب كبيرة تسمى لكوبيراسيون انترناسيونال، التعاون الدولي. التعاون الدولي كيفاش هو يصير؟ التعاون الدولي الباحثين نتاعنا في جامعاتنا يشاركوا في مشاريع بحث اللي هو سيتون ابيل دافر طلب عروض اللي تشارك فيه العالم كامل، البلدان كامل يشاركوا فيه، ومن بعد النجاح يتم دراسه هذه المشاريع تبدأ على طريق هيئات دوليه خاصه في اوروبا اللي هما ما يعرفوش لا تونس لا المغرب لا الجزائر، ما يعرفوا حتى شيء، يعرفوا كان المطلب اللي قدامهم، وعلى دراسه هذه المطالب تدخل هنا تصنيف الجامعه. اسكو الجامعه في طريقه ادائها بالنسبه للبحث بالنسبه للتدريس تكون مرتقيه باش تكون يعطيونا مشاريع بحث اللي هي تمول حتى المليون يورو وحتى 800,000 عندنا تو في جامعه شاطس مشاريع فيها 800,000 900,000 اورو تمويل. الشريك الاوروبي مثلا ناخذ المثل هذا، وإحنا ما عندناش كان شركاء اوروبيين، كي يعطيك هو مشروع ب 800,000 اورو، هل ترى عطاها الجامعه مصنفه اللي هي معناها مش تحسن الاداء ومش تجيب نتائج قيمه من البرنامج هذا ولا لا؟ هذه النتيجه الثانيه. النتيجه الثالثه نزيدها ولكن مازال اخرى نحكي فيه من بعد. هو انه تو هذا سكون ابيل ليزاليونس اوروبيان مثلا جماعه صفاقس، وهذا شرف كبير وهذه معلومه الدوله برشا تدل على وسائل الاعلام ونعاود نقولها على حياه فهم. شكرا. في الاسبوع قبل الفارض تم ادراج جماعه صفاقس في ريزو اليونس اوروبيان، هي تسمى ريزو سيفيس، هذا اللي يضم 9 جامعات اوروبيه. وتم اختيار 6 جامعات افريقيه منهم جامعه صفاقس اللي هي الوحيده في تونس. نعم. طريق على اللي باش تكون عضو في هذا في هذه المجموعه الاوروبيه. نعم. كيما نقولوا جامعه صفاقس راهي ضمت في هذه الجامعه الاوروبيه، معناها راهي زي كانها بطاقه تعريف. نعم. انه الجامعه هذه تم اعتراف بها كجامعه مصنفه في اوروبا. نعم. وحتى في طريقة التعامل مع مشاريع البحث، في طريقة التعامل مع الطلبة الأجانب، كلها تولي تحظى بأولوية وتحظى بنتائج هامة. هذا معناها أتبري أهداف التصنيف، لماذا نمشوا للتصنيف وعلاش نحبوا جامعات نزل دير نفس الشيء لتصنيف الدول اللي راهو تصنيف الدول اليوم أصبح الهاجس لكل الدول أن الدول نتاعنا تتصنف، ويقول لك المؤشرات تكون أصعب. نعم. المؤشرات تكون أخطر حتى في طريقة التعاطي والتعامل مع القروض، اللي يكون البلاد اللي تكون المصنفه التصنيف نتاعها احسن حتى في طريقه ارجاع القروض يكون عندها المقدار هذا مقدار الفائض يكون اقل. نعم. النتائج يكون اقل. نعم. لذلك معناها نتيجه كبيره لهذه العمليه، عمليه التصنيف سكون ابل اون انجلي انترناشونال رانكينج. كتكمله لكلامك بروفيسور، وقبل ما نخرجوا الفاصل والموجز الاخبار، دونك حتى الطلبه نتاعنا اللي هما اول مستفيدين من كونها الجامعه تكون مصنفه عالميا، كيقدم هو على خدمه لبرا واحد كل شيء، يقولوا له الدبلوم نتاعك يكون من جامعه اكريديتي، معناها فيها الاعتماد الاكاديمي، لاكريديتاسيون اكاديميك، وهذه طبعا بيان سور داخل في التصنيف العالمي للجوده، صحيح ولا بروفيسور هكا؟ بالضبط. يعني الطلبه نتاعنا كي ياخذوا الدبلوم نتاعهم من مدرسه مهندسين ولا من كليه طب ولا من اي مؤسسه، وتكون المؤسسه هكي عندها الاعتماد الاكاديمي، وقت اللي مشي يلوج الشغل راهو مش كيما طالب متخرج من مؤسسه عاديه. نعم. هو راهو على فكره حتى لي بروفيسور معناتها كي معناتها جوب اوفر معناتها كي ظل عرض شغل يقول معناها اللي هو ماخذ كيما نقولوا الدكتوراه نتاعو من جامعه معروفه معناتها جامعه مصنفه عالميا، اذا الناس الكل تستفيد من الترتيب العالمي، والناس الكل يكون لها شرف ان يكون تنتمي الجامعه مصنفه عالميا. هذاك علاش نقولوا راه التصنيف العالمي للجامعات راهي حاجه مهمة جدا. إذا في دقيقتين بروفيسور قبل ما نخرج فاصل كمل، أعطيني فكرة على الموضوع ذي.
طيب عملية التصنيف هذه هي عملية معقدة شوية تو نحكي فيها، لأنها تمد عدة مؤشرات وعدة مقاييس، منها أول حاجة المنشورات العلمية، نعم، المرجعية تكون بين السيتاسيون، معناها أنا الأستاذ علي البخلوتي وقت ننشر عمل علمي في مجال الرياضي، أنا على فكرة أستاذ تعليم عالي في كلية علوم بصفاقس وباحث في علوم الرياضيات. نعم ما شاء الله بروفيسور. كما قلت أنت نائب رئيس جامعة بصفاقس مسؤول عن البحث العلمي والشراكة الدولية. نعم. رئيس الجمعية التونسية للرياضيات. نعم. نائب رئيس المعهد المتوسطي لعلوم الرياضيات وعضو قار بالمجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون ببيت الحكمة. اللهم صل على النبي، عين بارد عليك بروفيسور، وان شاء الله معناتها ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. وهذا مش غريب بصراحه على جامعه صفاقس انها تدخل الترتيب العالمي. دونك بروفيسور خليك معنا، نخرجوا فاصل موسيقي ثم موجز الاخبار، ما نبتوش عليك برشا ونرجع لك ان شاء الله. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، تحية طيبة من إذاعة الحياة فام على 93.3. مازلنا مع البروفيسور علي البقلوتي نائب رئيس جامعة صفاقس، باش نكملوا نحكيه على التصنيف العالمي لجامعة صفاقس. بروفيسور مساء الخير من جديد. مساء الخير سي طارق، يعيشك. بروفيسور، إذا احنا قبل الفاصل كنا نحكيه بصفة عامة على المقاييس أو معناتها على شنو أهمية أني جامعة تكون مصنفة عالميا، توا باش نركزوا معناها ستيب باي ستيب كيف ما يقولوا فيها، توا مش ندخلوا على جامعة صفاقس وعلى كي شنو عملتوا وشنية الحاجات اللي عملتوها باش دخلتوا للتصنيف العالمي. بطبيعة الحال ما جاتش هكيكة بالسهل معناها. نعم شكرا سي طارق. دونك قبل الفاصل كنا نقول ان عملية التصنيف هي عملية معقدة تتبنى على عديد المقاييس والمؤشرات، منها قلنا المنشورات العلمية، المرجعية ليسيتاسيون، قلنا وقت اللي أستاذ أو باحث في جامعة من الجامعات ينشر بحث نشوفوا احنا الطريقة قديش من بحوث أخرى سوف ترتكز على هذاك البحث هذاك. نعم. كنا بين النومبغ دي سيتاسيون، المرجعية العلمية في المنشورات. نعم. ذاك لو تو دي سيتاسيون هو اللي يقفز بالتصنيف الجامعات في الصنف الثاني اللي كنت نحكي عليه، كذلك المجلات العلمية التي يقع اعتمادها في نشر البحوث هذا هامة جدا، لأنه ثم مجلات علمية مصنفة في سكوبيس وبافساين سانيتونجيم، هذو دور سكون أبل دور المعطيات البيبليومترية، كذلك دور النشر التي يقع اعتمادها، ثم دور نشر عندها أهمية كبيرة وهي ما تنشرش أبحاث علمية هشة. التدريس يحتل جزء كبير من التصنيف، الجوائز العلمية التي يتحصل عليها الباحثين في نفس في الجامعة، كذلك الطريقة العلمية التي يجب اعتمادها لإدراج المعلومات البيبليومترية، دور المعطيات البيبليومترية اللي كنت نحكي عليهم توا سكوبيس وباب ساينس توا نعاود نحكي عليهم، وهنا ارتكزت الأهمية الخلية رانكوس في جامعة صفاقس سانيتونجيها، الشركات الدولية، مشاريع البحث الدولية، الاتفاقات الإطارية سكون نبدلهم في لي كونفونسيون كادر، الاتفاقات الخاصة لي كونفونسيون سبيسيفيك، الأساتذة الزائرين والباحثين الزائرين للجامعة كيف نسبة التأطير فاش نجمو نرتقيو بها تو نجيوها مثلا، تشغيل خريجي الجامعة وهو كما تعرف يحتل الشغل الشاغل للحكومات، الحكومة هذه والحكومات السابقة، اليوم عندنا إشكال كبير برشا أنه للدكتور متاعنا معناها الدكاترة متاعنا هما معطلين على العمل نسبة كبيرة منهم، تون بعد نجي كنت حاب نحكي لك شوية. نعم. عملت بيت الحكمة المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون اللي أنا فيه عضو، كش عملنا في هذا وماذا أحنا لوزارة التعليم العالي، شنية المعطيات اللي أحناها لوزارة التعليم العالي باش نرتقيه بالجامعة ونرتقيه التقييم العلمي لمخابر البحث متاع جامعة متاع تونس متاع الجمهورية كاملة. كذلك رقمنة المعلومات بالجامعة هذا أهم معناها ركن هام برشا، لأنه يعتمد
على الجودة ونبل الديجيتاليزاسيون دو فورماسيون. جامعة الشاطئ كان رايدة فيه وهي الجامعة الوحيدة اللي تنشر كل شهر نشرات إخبارية بالإنترنت لي بولتان دو فورماسيون نحكوا عليهم شوية. استقطاب الطلبة الدوليين الأجانب لو نحكيوا على الأرقام شوية. نعم. كيف 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 من المؤشرات الهامة هي موقع الويب للجامعة والظهور على مواقع البحث في الإنترنت. يعني وقت اللي واحد يخلي في الموتور دو ريشيرش في الإنترنت جامعة تونس المنار أو جامعة صفاقس شنو يظهر في الموتور دو ريشيرش؟ كل هذه المعطيات. نعم. وفما حتى معطيات أخرى حكينا في الكواليس على يطلبوا ساعة ساعة كي نحن ندرج التصنيف ندرج ساعة ساعة حتى قداش تستهلكوا من قيمة ما في الجامعة قداش تستهلكوا قداش عندكم إيميسيون دي غاز CO2 etc. كل هذه أما هذه اللي حكيت لك عليها المؤشرات كلها هي الأهم الأكثر أهمية. دونك هما السعلية حسب ما فهمت أنا من سيادتك توا معناها هما دي ستاندار لي ستاندار هذوما معروفين معناها أنتم شديتوهم لي ستاندار بالواحد بالواحد. نعم. وخدمتوا على كل واحد معناها باش تستجيبوا للمطلوب معناتها باش الجامعة تكون مصنفة. بالضبط بالضبط هو نجي للتجربة جامعة صفاقس هي معناها خلية رانكوس رانكوس معناتها رانك رانكينج الاس معناتها يو اس هي يونيفرسيتي اوف صفاقس حسب المعلومات اللي عندي خلية رانكوس هذه سيادتك اللي أسستها معناها أنا أسست الخلية هذه وهي نعم. تحت ظن الآن تقريب 110 باحثين نعم قسمين على 19 مؤسسة جامعية راجعة بالنظر لجامعة صفاقس وثلاثة ما ثلاثة وثلاثة مقرات بحث هي جامعة لو سونتر دو ريشيرش زيتونة و لو سونتر ديجيتال و لو سونتر دو بيوتكنولوجي معناها هذه يمثل ثلاث مقرات البحث اللي موجودة في صفاقس نعم اللي فيها باحثين ينتميوا للجامعة ويتعاملوا مع الجامعة إداريا هذه المقرات البحث لا ترجع بالنظر للجامعة ولكن الباحثين اللي فيها هما يتعاملوا مع الجامعة ويأثروا مع الجامعة ولذلك معنى الهدف الكبير هو كيفاش تجميع معطيات بيبليومترية على تقريب 22 مؤسسة وجد دخلنا أدرجنا مؤخرا بنك الدم بنك الدم اللي ندعو كل الجامعات في أي مدن تونسية لأنه بنك الدم هو بصفة عامة يتبع للمستشفيات الجامعية لزوبيتو لكن بنك الدم يضم باحثين وينتميوا إلى كلية الطب وكلية الطب تنتمي للجامعات الراجعة بالنظر للجامعة ذيك نعم. ولذلك احنا وقعت لنا مشاكل كبيرة مع سكوبيوس باش نجمو ندرسوا بنك الدم في تحت مظلة جامعة صفاقس مش إداريا ولكن ببليومتريا علميا نعم. توصلنا مع سكوبيس هذه مع سكوبيس لأنه عملية التصنيف أنا قلنا إن هي ما تتمش في تونس هي تتم بدور ببليومتريا أجنبية نعم. هم يعملوا التصنيف إلى حد الآن ما عندنا حتى تصنيف تونسي نعم. لما تصنيف عربي قاعد في معناها في الإطار قاعد في طور التكوين ولكن مازال ما شافش النور الى الان حد الان اما في تونس ما عندنا حتى تصنيف احنا التصنيفات ناخذوها كل هي تصنيفات دوليه نعم والمعلومات هذه كلها تديرها وكلها تدرجها هي دور معطيات بيبليومتريه اجنبيه رقميه يعني لا مجال للشك في لا مجال للشك فيها ولا احنا في تونس لا نتحكم فيها لا نتحكم فيها بالضبط معناتها يقول القائل معناتها بلكشي فيها كما نقولوا وساطة بلكشي فيها هذه التصنيف عالمي وهذا يعتمد معلومات رقمية كل شيء مرقمن وهذه وهنا نأكدوا على أهمية رقمنة الإدارة في تونس نعم معنى هي عملية مرقمنة تديرها شركات دولية والتصنيف اللي جي بتاعنا هو تصنيف الدار في الخارج وكما كنت نحكي لك أنا على هذه المؤشرات الكل ياخذوا المؤشرات الكل لانه ثم تصنيف احنا نعمروا لي دوني للاستاتستيك نتاعنا وثم نعم. تصنيفات هما ياخذوها على حسب الانترنت وعلى حسب ظهور الجامعه نعم. في الانترنت حتى كي تعمروا انتم بروفيسور فما دي فيريفيكاسيون معناها مش عمرتوها انتم هذاك هو معناها ابسوليمون لانه احنا وقت اللي نعمروا كل معلومه ساعه ساعه يرجعونا كل معلومه يقول لك اعطيني جستيفيكاتيف خاصه في التيشيرت ونحكيو عليه شويه التايم هذا البريطاني نعم ومن اهم التصنيفات نعم انا يوقع شك في اي شيء يطلب ايفيدونس يطلب يقول لك يطلب
التغيير توا في التعميم بتاع 2022 ما فماش ريبريك وما تيزمش تخلي فيها ايفيدنس بالضبط. نعم. على موقع الجامعة وكل شيء. نعم احيانا حتى يطلب الحقيقه انا خدمت شويه على الانترناشونال رانكينج احيانا يطلبك باش تعمل له دي فيديو على اللابوراتوار اللي عندك يقول لك صور لي فيديو على اللابوراتوار اللي عندك وابعثوا لي نشوفه معناه اي هو هو في اي شيء يعني في اي هم تقريبا 17 اس دي جي اللي عملتها من منظمه الامم المتحده اللي معروفين بهم احنا الان نخدم عليهم وهذا حسب تفكيري أنا هو الطريقة الناجعة باش تتصنع في الجامعة تصنيف دولي أنه الـ 17 الأهداف اللي رسمتها الجمعية الأمم المتحدة نعم احنا نتبع فيهم كما الفقر وكما الماء وكما الإيكولوجي معناها السلم وكل شيء احنا نتبع فيهم 17 هذا نعم حدثت عليه مامس في زيارة الوفد التركي لجامعة صفاقس جامعة سيفاس اللي عملنا معهم شراكة الآن أبرمنا معهم شراكة وكانوا في زيارة لجامعة صفاقس هذا من 17 اللي احنا خدمنا عليهم وحاولنا باش نطبقوهم في التهشو في التايم هاي تايم هاي موتيفيشن والحمد لله معناها لقينا نتيجة خاصة لو احنا خدمتنا تقريبا عندها سنة من اللي بدأت وبدينا نشوفوا النتائج اذا نرجع للخليه ترانكليس هذه دونك الخليه هي تكونت تقريبا في شهر فيفري انضم لها تقريبا 110 باحثين من 19 مؤسسه جامعيه ومقرات بحث هل هي حكر الرانكليس هذه هل هي حكر على الناس اللي تابعين جامعه صفاقس ولا تونس كامله لا هذه كانت جامعه صفاقس الخليه هذه كانت جامعه صفاقس نعم لما كونا الخليه اتصلنا بوزاره التعليم العالي وعملنا يومين للتعريف بالخليه وتعريف لتحسين تصنيف الجامعات التونسيه وحضرونا معنا بكوادر من وزاره التعليم العالي هل تحكي على الايام اللي حضر فيها السجلاني اللملومي المدير العام السيد المدير العام نشكر باشا السجلاني على الهواء كانوا يسمع فيا وهو سجلاني والكيب نتاعو لو خاين جاوا معاه الكل معناها وفد كامل من وزاره التعليم العالي زارونا في صفاقس على يومين وطرقنا كل هذه مشاكل التصنيف وعلاش الجامعه لازم تصنفها وكل شيء ومعناها والحمد لله نشكر سجلاني لانه جيت بعد تقريبا شهرين من الايام هذم وقع يوم تحسيسي في عندكم انتم في القروان نعم في جامعه القروان وهذا شرف كبير وفي الشهر المقبل في شهر فيفري كيف وقعت يوم في جامعه سوسه ويوم يومي 31 مارس القادم وواحد أفريل مشوقع يومين نظمتهم تونس المنهار وهذا شيء يفرح لأنه الجامعات الكل الآن حست بالمسؤولية وحست أنه الجامعات بتاعنا لازمهم يتصنفوا لأنه شوف لأنه إذا كان الباحثين بتاع الجامعات بتاعنا أي هما ما يفقوش بأهمية هذا الموضوع وما يرتقيش بجامعاتهم راه حتى واحد ليش يرتقي بالجامعات نعم على هنا كتكمله لكلامك سامحني بروفيسور ديما ما تعرف احنا في تونس اي حاجه تجي ومش نعملوها يقول لك الامكانيات والامكانيات بالله الجانب المادي معناها تشوفوا عائق انت معناها باش الناس تخدم على انها جامعاتها تدخل في التصنيف العالمي ولا شنو رايك معناتها في خاطر ديما احنا نتعللوا بالامكانيات ما عندناش فلوس ما عندناش امكانيات شنو رايك بروفيسور الخليه التصنيف اللي عملناها ساكوتين زيغو ميلي زيرو مليم اذا خلينا نترجموها بالعربي الخليه اللي عملوها جامعه صفاقس تحت اشراف البروفيسور علي البقلوتي صفر مليم معناها باش كي نجيو تو نتعللوا بالامكانيات والامكانيات بروفيسور علي البقلوتي يقول لك زيرو مليم مليم لانها الاهم شيء هو انخراط الباحثين نتاع الجامعه في الخليه لادراج المعطيات البيبليومتريه وغيرها في المؤسسات الكل وانا نحب نشكرهم توا على الهواء زملائنا نعم. لانه في ظرف 3 اشهر توصلنا باش نخليو 640 نوع فاريونت ونحكي عليهم في دور المعطيات البيبليومتريه سكوبيس وبافان شنو معناها؟ معناها سي طارق ولا سي علي ينشر بحث علمي وقت ينشر بحث العلمي يقول علي البقلوتي استاذ بكليه علوم بصفاقس جامعه صفاقس نعم ثم زملاء قبل ما كانت الثقافة تولينا بدنا الثقافة ما يذكر جامعة صفاقس بالضبط يقول بدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس فقط ويوقف العمل العلمي هذاك ما تدفعش به الجامعة ما يطلعش به التصنيف نعم
نعم. ولذلك العملية الكبيرة هو أنه إحنا شفنا هالأعمال العلمية هذه كلها لبدنا تقريب 600 فاريونت 600 نوع من التسمية في هذه البحوث العلمية وأدرجناها على هذه الدور المعطيات البيبلية. هذه العملية الكبيرة اللي معناها خليت جامعة صفاقس في 2021 ترتقي أول حاجة وطنيا إلى في ثلاثة تصنيفات اللي هما سيماغون الاسباني سيماغو اللي هو تابع ديريكتومون بطريقه مباشره للسكوبيوس والادي سيانتيفيك اندكس وكذلك الاسباني الويبيمتريكس نحكي عليه من شويه كان عندنا وقت. ودونك ترتيبها وطنيا قديش جماعه صفاقس؟ الأولى. برافو بروفيسور برافو. الخدمه اللي خدمتوها ما تنجم كانت تخليكم الاولى. يعطيكم الصحه. كيف نحب زادة كيف نشكر زملائنا في مقرات البحث بجامعة صفاقس اللي هما كيف انخرطوا معنا ولو أنه كما قلت لك إداريا لا يخضعون الجامعة. نعم. معناها الحمد لله آمنوا بالفكرة وتعاونوا معنا ولو يبعثوا لنا في المنشورات العلمية متاعهم وبالطريقة هيك كيف معناها قدرنا باش نضخوا تقريبا 90% من المعلومات البيبليوماتية على المنصتين سكوبيس وبافاس. اللي حبيت نقوله آخر ثم معطيات أخرى هما هما سكونابيل اللي كنت جوجل سكالر. جوجل سكالر هذا كأنها بطاقة تعريف متاع باحث. نعم. معناها تتحل على طريق الانترنت والخلية ترانكوس عملت كابسيول فيديو عملت منصة فيديو لأي باحث يدخل على السيت. إيفيدامون رانكوس عنده موقع ويب في جامعة صفاقس اللي يدخل يشوف كل هذه المعطيات اللي كنا نحكي عليها ويبقى نوعين من الفيديوهات. الفيديو الأول هو كيف تنشئ المنصة جوجل سكولر ولا ريسيرش جيت ولا ريسيرش جيت أقل أهمية من جوجل سكولر. أقل أهمية تنقلك عندك الجوجل عندك الجوجل سكولر وعندك ليكونت أورسيد. ليكونت أورسيد هو أورسيد اي بيناتهم كانهم نقولوا احنا بريتش كاينه بيناتهم منصه اي باحث يحل دي كونت هذا اوتوماتيكمون حتى البحوث اللي كانت تعملت في 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 في, في الماضي يجيبها الباحث يعاودوا يدخلوا على المنصه نتاعو. وقت اللي انا عندي جوجل سكالر ونجبد اي باحث اخر عنده جوجل سكالر ونحاول نشوف اللي عنده اوتوماتيكمون الجامعه تظهر. وهذا مهم جدا لانه تصنيف الجامعه هو معناها بالتحديد انه طريقه ذكر الجامعه في الاعمال العلميه. نعم. وهو الجوجل سكولر بروفيسور معناتها من هنا احنا نوجه نداء للساده الباحثين الكل انه كي يعملوا الجوجل سكولر يكتبوا اسم الجامعه ويستعملوا الايميل انستيتيوشنال. بالضبط. نعم. هو الجوجل سكولر الفيديو اللي موجود على السيت بتاعنا على السيت بتاع رانكوس كيفاش انك معناها تعمل نقلة نوعية من الأدريس معناها من العنوان الإلكتروني اللي هو يجب يكون شخصي ياهو ولا جوجل. نعم. العنوان الأكاديمي العنوان الأكاديمي هام برشا. نعم. كيف كما قلنا الساعة في التصنيف تدخل موقع الويب للجامعة والظهور على مواقع البحث في الإنترنت. كل أستاذ يزيد معناها العنوان الإلكتروني نتاعو هذا يضاف معناها أكثر للجامعة. علاش؟ أول حاجة يولي ينتفع بكل المعلومات التي تضخها الجامعة. كما قلت لك احنا اليوم في جامعة صفاقس أنا أنشأت معناها زوز مجلات أخبارية بالكانتفورماسيون اللي يجي مرة في الشهر وبكل اعتزاز وشرف لنا معناها الشرف باش نقولوا أن عندنا 3000 مشترك ما شاء الله غير جامعة صفاقس ما شاء الله معنا 3000 مشترك بخلاف الجامعين نتاع صفاقس. وعندنا كيف نشريه اخباريه سميتها انا ريسيرش جوبس هذه تعطي للدكاتره نتاعنا لي زوفر نتاع لي بوست دوك معناها هما لي زوفر نتاع انهم يعملوا قبل في انتظار بعد ما يعمل الدكتوراه في انتظار الشغل نتاعه كباحث ولا كشريك في اي مشروع. نعم. يمشي معناها يدخل في لابوراتوار وبطبيعه بأجر واحنا مهمتنا غادي هو انه نعطيوه لي زوفر هذا الكل باش يشارك فيهم. فما دي زوفر تريز انتريسونت
ودخل الباحث في حتى مدن أجنبية باش يدخل ويشوف العالم كيفاش يخدم، وحتى يرجع بعد الكونس تكون عنده فكرة واضحة على البحث ما شاء الله الطريقة كيفاش ينشر أعماله اتترى. بروفيسور معناتها اليوم تعرف تونس تلعب مع مالي وان شاء الله مربوحه لتونس، دونك ان شاء الله مربوحه وان شاء الله على وجهكم بروفيسور نربحوا اليوم. دونك مازالولنا تقريبا 3 دقائق بروفيسور، كان مع كلمه حره ليك ولو كان تحكي لنا شويه على الشراكات اللي عملتها جامعه صفاقس، الشراكات الدوليه نقصد. طيب شركات اللي عملتها جامعة صفاقس، أول حاجة جامعة صفاقس هي رائدة في الشركة الدولية الآن على سكوبيس، وهذا ندعو كل جامعاتنا وكل العاملين على 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 خلايا تصنيف الجامعات أنهم يدخلوا ويعملوا تجويد للمعطيات الشركات العلمية على منصة سكوبيس أترافير سايفال، معناها ديموتنيك كروني الزملاء. نعم. وقت اللي دخلنا احنا في الأيام اللي نظمتها جامعة صفاقس ورينا كيفاش انه الجامعات التونسية في وقتها ما هيش قاعدة تحظى بالتصنيف الدولي اللي تستحقه. نعم. واحنا في جامعة صفاقس دخلنا وسجلنا كل المشاريع، احنا عندنا 5 مشاريع اوريزون اوروب اللي هي كما قلت لك المشاريع على الاقل 800,000 أورو يضخ في 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 ميزانية الجامعة. نعم. أنا تصور أنت وعنا حتى 1,000,000 يورو، تصور أنت 5 مشاريع قديش يجيبوا برشا فلوس اعتمادات للجامعة. نعم. هذا ندعو كل أدعو كل زملائي في خلايا تصنيف الجامعات الكل. نعم. اعتماد والتسجيل للمشاريع البحث الدولية على هذه المنصة. كيف حبيت نقول أنه من بعد 2020 ل 2022 انتقلنا في إطار استقطاب الطلبة الدوليين من 1% إلى 2%. تقريبا في جامعة صفاقس عندنا 770 طالب أجنبي دولي يدرسوا في جامعتنا. تعرف اللي في تونس توا تقريبا عندنا أكثر، وهذه معطيات أعطتها وزارة التعليم العالي، عندنا تقريبا أكثر من 8,000 طالب أجنبي، منهم أكثر من شوية من 5,000 في القطاع الخاص. أما في القطاع العام عندنا تقريبا أكثر شوية من 3,000 طالب أجنبي، وجامعة صفاقس تحتل منهم تقريبا 770. ما شاء الله. وهذا معناها كيف لوتو دونكادرومون، معناها لوتو دونكادرومون. احنا في جامعة صفاقس تقريبا عندنا 30,173 طالب، عندنا تقريبا 2,420 أساتذة باحثين قاريين، عندنا تقريبا 2,221 موظفين وعملاء، وعندنا 3,748 أستاذ باحث بين قاريين وعربيين. اللي يرد التو دونكادرومون تاعنا تقريبا 8.05، يعني على كل 8.05 طالب عندنا مؤطر. نعم. وهو مقياس من مقاييس معناها الاعتماد الأكاديمي والجودة. إذن والاعتماد الأكاديمي بروفيسور نعتذر منك، الحقيقة الوقت معاك يجري برشا، وطبعا الحاجات اللي عملتها جامعة صفاقس الحقيقة ساعة ما تكفيش باش نعرفوا بها الكل. إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله نتشرفوا بكم ونسلطوا الضوء عليكم، لأنه بصراحة شرف كبير برشا لتونس كاملة النتائج اللي حققتها جامعة صفاقس بمعناها انتمائها للتصنيف العالمي. إذا بروفيسور التحية طيبة من إذاعة الحياة فام، التحية ليك والبروفيسور فايز القرقوري والسيد رئيس جامعة صفاقس وكل العاملين في جامعة صفاقس، وربي يفضلكم إن شاء الله ونشدوا على أيديكم. يعطيك الصحة سي طارق، بارك الله فيك. تحية للحياة فام وكل المستمعين، وإن شاء الله كل الجامعات التونسية تكون مرتقية، وهذا دورنا وهمنا، وإن شاء الله بلادنا من حسن إلى أحسن. كيف ما إن شاء الله بروفيسور، وكيف ما بروفيسور فايز وعدنا باش يجينا، حتى أنت مش توعدنا بروفيسور علي. ثم حتى أشكال، شرف كبير ليانا. ربي يفضل. باش ننهي كلمة سريعة جدا طبعًا. هي صيحة فزعة. نعم. أخذتني بعض الإذاعات كيف وقلتها أنه راهو يوم هجرة الأدمغة في تونس فاقت المأمون، يعني معناها أكبر طريقة باش نفقروا بلاد هو نهجروا ذكائها. وما لازمو هذا اللي واقع في بلادنا، هذه دعوة الرئيس الحكومة، دعوة رئاسة الجمهورية باش يتفطنوا الموضوع هذا. نعم. لأنه راهو ما نجموش نرتقي ببلادنا إذا كان الذكاء يهجر ويهرب من بلادنا. التصنيف راهو عملية استقطاب، كيف يدخل في عملية استقطاب بذكائنا اللي هو في الخارج منه برشا، وإذا كان ثم أي طريقة تجم تتوخى الحكومة باش ترجع الذكاء على الأقل نوع معنا قدر كبير منه، فهذا راهو مش يجيب نتائج جد طيبة على البلاد وعلى الاقتصاد
وعلى الجامعة. نعم، وأكثر شيء يمكن يشجع الناس على أنهم يقعدوا هنا هي الأشياء اللي قاعدين تقوموا بها، لأنه لما يكون يأخذ الدبلوم متاعه وهو في جامعة مصنفة عالميا ما عادش يفكر باش يدفع فلوسه لبرا ويمشي لبرا، يأخذ دبلوم ويأخذ دبلومه من تونس. إذن بروفيسور علي البقلوتي، بارك الله فيك، تشرفنا بحضورك. مستمعينا الكرام، على أمل أن نتلقاه في حلقة قادمة، لكم منا أجمل التحيات. طبعا الشكر موصول الآمنة بوخيت ومحمد سيف بولعريس في الإخراج التقني. إذاعة القيروان للصحراء، من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.